سينودس الشرق الأوسط في تشرين الأول المقبل هو محور مجمع رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة. المحادثات في واشنطن فرصة هامة للحوار بالرغم من تباين المواقف في قضايا كثيرة ومعقدة على الساحة مع أمل حارس الأراضي المقدسة. بعد أسبوعين من العيد حسب التقويم الكاثوليكي، احتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد انتقال السيدة العذراء الذي يسمى أيضاً عيد رقاد مريم. شارك الكثيرون في القدس في الموكب التقليدي لمزار قبر مريم المقدسية. اتفاقية ترميم سقف كنيسة المهد في بيت لحم تم التوقيع عليها بحضور الكنائس المسيحية الثلاث ومشاركة ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية. ما زالت الأعمال التحضيرية مستمرة لسينودس الشرق الأوسط الذي سينعقد في روما من 10 إلى 24 من تشرين الأول، معتمدين على وثيقة العمل التي استلمها أباء المجمع أثناء زيارة الحج للبابا بنديكتوس 16 إلى قبرص في شهر أيار السابق، حيث اجتمع رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة أيام الأربعاء والخميس في مدينة بيت لحم ضمن لقائهم الدوري، حيث عرضت المداخلات التي ستتم في السينودس القادم إضافة إلى دراسة قضايا كنسية محلية مختلفة. نستعد للسينودس أولا بروح الصلاة، لأن المجمع يضم العديد من القضايا المعقدة مثل تجديد إيمان المسيحيين، الوحدة بين الكنائس الشرقية، الحوار المسكون بين الأديان، هجرة المسيحيين، مع الإشارة إلى الصراع السياسي في الشرق الأوسط، جميعها نقاط حاسمة. سينودس الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط يجمع الدول العربية وغير العربية، فهو يغطي مساحة جغرافية شاسعة لجميع دول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج. سينودس الشرق الأوسط يمس واقع معقد ومختلف ل 14 مليون مسيحي من بين 330 مليون نسمة، أي المجموع الكلي لسكان دول الشرق الأوسط. السينودس هو نقطة انطلاق، نأتي بمقترحاتنا مشاكلنا، لكننا نعلم أنه يتوقف علينا إكمال ما نقص. في اجتماعنا هذا اكتشفنا نقاط الضعف، حيث هناك حاجة ماسة للعمل على التنسيق بين مختلف الطقوس الدينية والعمل على قضية المهاجرين والعاملين في سلك الحوار العالمي بين الأديان. يجدر بنا العمل بجدية أكثر، متأكدين بدعم وصلات العالم من أجلنا. نأمل أن تسير الأمور على ما يرام. انتهت أعمال اليوم الأول في صلاة الغروب الاحتفالية التي تمت في دير الكرمل في بيت لحم بمشاركة المؤسسات الرهبانية، وكانت لحظة صلاة مهمة على نية إنجاح السينودس وعلى تساؤل ما هو مستقبل مسيحيي الشرق الأوسط. لا تخف أيها القطيع الصغير، هي خلاصة وثيقة عمل السينودس التي تلمس قلقاً إزاء الصعوبات الآنية، لكن في نفس الوقت يبقى الأمل المبني على الإيمان المسيحي لمستقبل أفضل وعلى الثقة بالعناية الإلهية. تأخذ منطقة الشرق الأوسط مركز الاهتمام الدولي في الأيام الأخيرة بين الأحداث المؤلمة، الهجمات الدموية التي شنتها حماس على المستوطنين الإسرائيليين والمفاوضات المباشرة. جهود مشتركة للوصول إلى بناء مستقبل مختلف. يوم الخميس الثاني من أيلول التقى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز مع البابا بنديكتوس 16 في كاستل جاندولفو. أما في واشنطن في البيت الأبيض بدأت أول مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين بعد انقطاع دام قرابة عامين. الشخصيات البارزة في المفاوضات بجانب الرئيس الأمريكي أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اشترك فيها نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وأبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية. هي فرصة هامة للحوار بالرغم من تباين المواقف حول الكثير من القضايا المعقدة في هذا المجال، مما أثار في الأراضي المقدسة بين السكان الفلسطينيين والسكان الإسرائيليين مشاعر مختلطة ومتناقضة بين الشك واليأس وبصيص الأمل. من محادثات السلام التي بدأت اليوم في واشنطن، تنتظر الجماعة المسيحية مثلها مثل اليهود والمسلمين في هذا البلد نتائج واقعية. صعوبات كثيرة، لكننا ندرك ضرورة القيام بشيء ما. من وجهة نظرنا كمسيحيين، ننتظر أن يحافظ على الطابع المسيحي للمدينة المقدسة القدس.
الأمل في أن تستأنف المحادثات في واشنطن لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين وقادر على تحقيق سلام مستقر في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء المنطقة. هذا ما سلط بالاجتماع الذي عقد بين البابا بنديكتوس والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. بدورهم أدانوا جميع أشكال العنف وضرورة ضمان شروط حياة أفضل لجميع الشعوب. وكانت زيارة البابا إلى الأراضي المقدسة في شهر أيار 2009 موضوع نقاش هذا اللقاء، ووضع الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل مواضيع أخرى للحديث. وعلى وجه الخصوص أكدنا أهمية وجود الجماعات الكاثوليكية في الأراضي المقدسة والمساهمة التي يقدمونها من أجل الخير العام للمجتمع من خلال المدارس. الشمعدان الفضة هي هدية مقدمة من الرئيس الإسرائيلي إلى قداسة البابا، مع إهداء خاص إلى قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر أنه راعي يسعى إلى أن يقودنا لحقول البركات ومجال السلام. بدأ موكب الرهبان والراهبات الأرثوذكس مع المؤمنين والحجاج أيضا حاملين المشاعل المضاءة في ساعات قبل الفجر، سائرين في شوارع المدينة القديمة بالصلاة والترانيم. ما شاهدناه قبل بضعة أيام في القدس بمناسبة عيد رقاد مريم العذراء كما يسميه المسيحيين الشرقيين وحسب التقويم الشرقي، الذي يأتي بعد أسبوعين تقريبا من عيد انتقال السيدة إلى السماء حسب التقويم الغربي. لا يزال الظلام حالكا، والرهبان والمؤمنين السائرين بتطوافن من البطريركية الأرثوذكسية اليونانية حاملين أيقونة رقاد العذراء وصولا إلى كنيسة قبر العذراء بجانب الجسمانية، المكان الذي حدث فيه انتقال السيدة إلى السماء حسب تقاليد الكنيسة. هنا تبقى الأيقونة المقدسة والمزينة لبضعة أيام، ومن ثم تعاد بموكب جنازي حاملين كفن العذراء. في نهاية شهر آب في القدس يحتفل بأهم الأعياد الليتورجية للمسيحيين الشرقيين بمشاركة العديد من الحجاج من اليونان وأوروبا الشرقية وروسيا. سبق هذا العيد أسبوعين من التحضير والصوم تتوج باحتفال الجماعة المسيحية الملتفة حول مريم المقدسية، وحسب التقليد القديم للمدينة المقدسة أن مريم ولدت وماتت هنا في القدس، وكلمة المقدسية هي أيضا اسم الأيقونة المكرمة الموضوعة في مزار قبر العذراء. هناك أيقونة شرقية أخرى لعيد انتقال العذراء إلى السماء، وهي صورة طفلة مقمطة تمثل نفس مريم العذراء التي يحملها يسوع بين ذراعيه ويأخذها إلى السماء. الكنيسة في هذه الفترة مزينة أكثر من أي وقت مضى بالشموع المضاءة على امتداد الدرج المؤدي إلى القبر. تتبادل فيها الطقوس والصلوات لمختلف الكنائس الأرثوذكسية اليونانية والأرمنية خاصة، وهما الكنيستان اللتان تتوليان شأن المكان المقدس وفق الستاتيسكو. سيبدأ العمل في غضون 50 يوماً لأعمال ترميم طال انتظارها لسقف كنيسة المهد في بيت لحم المدينة التي ولد فيها يسوع، حيث التقوا ممثلين الكنائس المسيحية لتوقيع الاتفاقية المهمة التي تنص على ترميم سقف الكنيسة. جاء هذا بالشراكة بين رؤساء الكنائس المسيحية وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية، في شخص رئيس الوزراء سلام فياض ووزير الشؤون المسيحية زياد البندك وأيضا رئيس لجنة تجديد سقف كنيسة المهد. وبعد توقيع الاتفاقية الذي تم في قصر الرئاسة في بيت لحم، سوف يبدأ تنفيذ العمل في أقل من شهرين من شركة إيطالية فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة من بيت لحم، وسينتهي أعمالها في غضون 150 يوماً. يأتي هذا بعد مبادرة من الرئيس أبو مازن من خلال مرسوم رئاسي صدر في شهر كانون الأول لعام 2008 بالمشاورة مع الكنائس الثلاث المعنية بالشأن، وهي الكنيسة اليونانية وحراسة الأراضي المقدسة والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، بهدف التوصل إلى صيغة تكفل إعادة ترميم سقف الكنيسة. اليوم تم التوقيع عليه مع الشركة العاملة. يسعدني حضور حفل التوقيع، هذا الحدث التاريخي مهم بالنسبة للمسيحيين والفلسطينيين، وآمل أن تكتمل عملية الترميم والعمل بما يليق بهذا المعلم الديني والتاريخ الهام. هذه أول عملية ترميم للكنيسة يتم إجراؤها منذ 1700 عام، فهو حدث تاريخي الأول من نوعه في تاريخ فلسطين المعاصر،
وآمل أن يكون اجتماعنا بداية لدرب من الإعمار وعلاقات جديدة مبنية على التعاون. مسألة الوضع الراهن أي الستاتس كوو وعدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أدوا على مدار السنين إلى عدم اتخاذ قرارات في التجديد والترميم، ومن هنا تأتي أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسلط الضوء على الانسجام بين الكنائس.